ايديكي وكفوف ايديكي وبتحداكي، ايديكي هتبقى اصغر منك ب20 سنة، بياض نعومة خيال، تبييض تنعيم ترطيب، هتخلي كفوف ايديكي تبقى منورة، هتخلي ايديكي ما فيهاش لا عروق بارزة ولا سواد ولا تجاعيد، وكمان ايديكي هتبقى منفوخة كده وجميلة. وبصوا عايزة اقول لكم الوصفة دي في خلال دقايق هتلاقوا منها المعجزة. ارجع بيبي ايديكي هتبقى زي البيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهارده اخواتي وحبايبي الغاليين جايبه لكم وصفة حلوة جدا جدا، وصفة رهيبة طلبتها مني متابعة غالية على قلبي قوي. قالت لي يا مايا انا بخجل من ايدي، انا ايدي يعني فيها تجاعيد وفيها عروق بارزة وكمان فيها غمقان من الشمس، وكانت لسه جاية من المصيف، فهي عايزة حاجة لتفتيح ايديها وكمان لعلاج عروق الايدين والعروق البارزة اللي بتكون في الايدين وكمان التجاعيد. عايزة اقولك حبيبة قلبي النهاردة وصفتك هتخلي ايديكي زي ايدين البيبيهات، بيضة ناعمة ما فيهاش تجاعيد ما فيهاش عروق بارزة، كفوف ايدك كده مليانة وحلوة قوي قوي. فتابعي معايا الفيديو للاخر هتستفادي استفادة حلوة قوي قوي قوي، هتخرجي من الفيديو ده وانتي مرضية وايديكي دي هترجع زي البيبي. قبل ما ابدا وصفتي لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. طبعا احنا هنعمل النهارده خطوتين ولازم تتابعي معايا الفيديو للاخر، خطوه لتفتيح الايدين، ازاله سواد عقل الاصابع وازاله الاسمرار الغامق وكمان الجلد الميت والسواد اللي بيكون في الايدين، والوصفه الثانيه هتكون لازاله التجاعيد واخفاء العروق البارزه. هنبدا الاول كده مبدئيا نجيب طبق معايا بالشكل ده، وهبدا ان انا اجيب ليمونه، وطبعا الليمون هنا لا غنى عنه في تفتيح الايدين، رهيب بشكل فظيع. هتبداي تجيبي ليمونه، ولو انت ما عندكيش ليمون ممكن تستبدلي الليمون بالخل الابيض، ده لو انت ما عندكيش ليمون. هنبدا ان احنا او مش عايزه ليمون، هنبدا ان احنا ناخد الليمونه بتاعتي كامله، انا مش عايزه غير ليمونه واحده بس، وهنبدا ان احنا نعصرها بالشكل ده. عايزه اقول لك الوصفه دي هتديكي كميه بياض لايديكي ونعومه فظيعه. بعد ما عصرنا الليمونه بتاعتي كامله بالشكل ده هنبدا بس نشيل البذر بالشكل ده. بعد كده حبيبة قلبي هتبدأي تحطي على عصير الليمون بتاعك معلقتين من الشاور جل او جل دش او جل او سائل الاستحمام، سائل الاستحمام اللي انت بتاخدي بيه الشاور، تمام؟ ولو مش متوفر عندك سائل الاستحمام او جل دش ممكن تحطي معلقة من الشامبو اللي انت بتستخدميه لشعرك عادي، يعني ده او دوت عادي، المهم ان انا عايزه سائل الاستحمام او الشامبو. هناخد منهم معلقتين وهنبدا نقلبهم وندوبهم مع عصير الليمون كويس قوي. بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل ده هنبدا، عايزه اقول لك الوصفه دي قويه جدا، يعني قويه قوي، مفعولها بيفور اي سواد عنيد، وعلى فكره تنفع كمان تستخدميها لرجليكي. هتبداي تجيبي البيكنج باودر او خميره الحلويات، ودي حاجه كده روعه في فوران اي سواد من الايدين. هنبدا ناخد من البيكنج باودر معلقه كبيره، وهنبدا ان احنا نقلبها كويس جدا على الشاور جل. بصوا اداني، شايفين اداني فوران كده مع الليمون ومع الشاور جل او جل الاستحمام او ممكن كمان زي ما قلت لك شامبو، وهنبدا نقلبها. بصوا اداني فوران، طبعا في لحظه الفوران دي انا عايزاكي لعده ثواني كده بسيطه تقعدي تقلبي، بتحداكي لو عندك اي سواد، فظيعه فظيعه بجد. بعد ما قلبناهم كويس قوي هنبدا نحط عليهم معلقه كده كبيره وهرميه من النشا او الكورن فلاور، وهنبدا نقلب الكريم بتاعي ده. وعلى فكره بقى لو عندك سواد في ركبك وفي اكواعك مش بس في ايديكي هيفور لك، هو يعني الوصفه او الكريم بتاعي ده رهيب قوي وقوي جدا جدا في نسف سواد الايدين والرجلين وكمان الركب والاكواع. بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل ده واداني الفوران بتاعي ده هنبدا بقى حبيبه قلبي
هنبدأ عليها كده نحط معلقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز ده، بس عشان مع التفتيح إيديكي ما تشققش أو تنشف منك. احنا مش عايزين نوصل لمرحلة إن احنا إيدينا تنشف أو تعمل طبقة جلد أو تبقى يعني ناشفة، عايزين برضو مع التفتيح يبقى في سن الترطيب كده عشان الجلد الإيديكي ما يبدأش، وكمان عشان برضو تبقى حنينة كده على بشرتك. بصوا شايفين البساطة. طبعا لسه في بقى الوصفة اللي هتشيل لك اي تجاعيد في ايديكي وهتخلي ايديكي دي اصغر منك بعشرين سنة. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده وعملنا الكريم بتاعي، هتبدأي بقى تيجي وتاخدي الكريم بتاعك بالشكل ده وهتيجي بقى على ايديكي وتفردي وتدعكي عقل اصابعك كويس قوي. دي اهم خطوة ان انتي تدعكي عقل الاصابع عشان دي اكتر او اكتر مكان او اكتر منطقة بيكون فيها السواد، فهتبدأي ان انتي تدعكي بالشكل ده كل ايديكي وعقل الاصابع كويس جدا. وصفة سهلة وبسيطة هتعمليها وهتستخدميها في دقايق، بس اهم حاجة ان انتي تعمليها بالطريقه دي، يعني مثلا ما تسيبيهاش على ايديكي تدينيها وتسكتي، لا انا عايزاكي تقعدي تدعكي شويه، يعني اقعدي ادعكي في ايديكي شويه في بالكريم بتاعك بالشكل ده. بعد ما هتقعدي تدعكي شويه كده حلوين بالكريم بتاعك لحد ما تحسي كده ان جلدك بدا يدخل او يمتص الكريم، هتبداي بقى تيجي وتجيبي اي كيس، اي كيس متوفر عندك، اي كيس بقى مطبخ، لو عندك الجوانتي اللي هو البلاستيك، تبدأي بقى ايه تغطي ايديكي بالشكل ده وتقفلي عليها كويس جدا وهي جوه الكريم. وبعد كده هتبدأي ان انت تسيبيها على ايديكي لمدة 20 دقيقة او 30 دقيقة، يا ريت يكون 30 دقيقة يعني نص ساعة كاملة على ايديكي، سيبيها بقى تعيش حياتها كده مع نفسها وهي شغالة بقى في تفوير وتفتيت اي سواد. هتشيلي الكيس بعد النص ساعة وتغسلي بعدها ايديكي وتفرجي بنفسك على كمية البياض اللي هتكون في ايديكي. دي بقى كانت وصفة التفتيح، دي هتعمليها يوميا لمدة 3 ايام متواصلة، هتديكي كمية تفتيح فظيعة ومش هتحتاجي تعمليها تاني لانها خلاص هتشلك اي سواد. الوصفة التانية بقى هتبقى لازالة اي تجاعيد في الايدين وخفاء العروق البارزة وكمان لنفخ كده الايدين. هنبدأ نجيب طبق تاني بالشكل ده. نسيت اقول لكم معلومة مهمة، الكريم ده حبيبة قلبي لو فاض منه حطيه في علبة واقفليه وحطيه عندك في التلاجة استخدميه تاني يوم عادي جدا، بيقعد التلات ايام ما بيفسدش، بس اهم حاجة تحطيه في علبة نظيفة ما يكونش فيها اي مية وبيعيش معاكي عادي. هنبدأ بقى حبيبة قلبي نجيب هنا معايا معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين من زيت اللوز المر. زيت اللوز المر من الحاجات الفظيعه جدا في اخفاء التجاعيد واتكلمت عنه في اكتر من فيديو. هنبدا نقلب معلقتين زيت اللوز المر على معلقه من المكون ده، وده هينفخ كفوف ايديكي، هينفخ ايديكي، هيشلك العروق البارزه، هيخلي ايديكي كمان ما فيهاش اي تجاعيد. هتبداي تجيبي الخميره الجافه او خميره الخبز، طبعا احنا استخدمنا عشان ما تتلخبطوش، استخدمنا في وصفه التفتيح البيكنج باودر، استخدمنا في وصفه التجاعيد واخفاء العروق البارزه الخميره الفوريه او خميره الخبز. هنبدا نقلب كويس جدا جدا الخميره مع زيت اللوز المر، فظيعه بجد هتبهرك، نتائجها رهيبه. هنقلب كويس جدا جدا زيت اللوز المر مع الخميرة كويس قوي بالشكل ده. بعد ما قلبناهم كويس قوي حبيبة قلبي واتأكدنا ان هما اتقلبوا، هنبدأ ننزل عليهم بمعلقة كبيرة من زيت جونسون، معلقة كبيرة من زيت جونسون للأطفال، هتديكي كمية تفتيح ونعومة وشد للتجاعيد في ايديكي فظيعة. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده واتاكدنا ان هم اندمجوا مع بعض تماما، اخر مكون معايا بقى هنحط عليهم معلقه كبيره او معلقه صغيره من النشا او الكورن فلاور،
وطبعا برضو الكمية بتاعت الكريم دي بتكفيكي وبتقعد معاكي برضو من 3 ايام لحد اسبوع. عملنا اجمد كريم لاخفاء اي تجاعيد، وكمان بتصغر ايديكي دي عن عمرها الحقيقي ب20 سنة. بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل ده، بقى عندنا اجمد كريم هيخفي عندك العروق البارزة وهيخلي ايديكي وكفوف ايديكي زي القمر. هتبدأي تدلكي ايديكي كويس جدا جدا، ودي بقى هتسيبيها برضو 30 دقيقة على ايديكي، ويفضل برضو تلبسي كيس او تلبسي جوانتي وتسيبيها كده تعيش حياتها مع نفسها ودينيها على ايديكي كلها. وعلى فكرة الوصفة دي مش بس للايدين، هي تنفع كمان للوجه، ليه اخفاء التجاعيد وكمان تسمين الوجه. هتبدأي تسيبيها 30 دقيقة وتغسلي مكانها كويس جدا. هتستخدمي الوصفتين دول بشكل منتظم لمدة 3 ايام، وبعد كده كل 15 يوم اعمليهم مرة عشان تحافظي على ان ايديكي دايما تكون متجددة كده وجميلة وما فيهاش لا تجاعيد ولا اسمرار. يا رب اكون قدرت افيدكم. عندكم اي سؤال اكتبولي في الكومنتات. ربنا يخليكم ليا احلى اخوات في الدنيا. اشوفكم على خير والسلام عليكم.